صباح الخير يا صفعيم. صباح الفل يا تتح. صباحك جدي باذن الله. الله يخليك. ودي كرتونتك يا تتح، كل جرنان في العنوان. تمام تمام. تروح توزعهم في منطقه ايه؟ المهندسين. المهندسين ايوه. عارفها ولا لا؟ عارفها. انت هتعرفني على زبوني مهندسين؟ مهندس عارفها. تمام يا تتح، وانا واثق فيك. فكر على الثقه العظيمه دي. ده المفتاح. مفتاح ايه؟ المهندسين. ده مفتاح المكنه يا حمار، تستاهلها والله يا تتح. ربنا يسترها معاك. طب فين بقى كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ حاضر يا تتح. اظرفني بقى. ادي كتاب الطبيخ اهو. حاسب لي الدلع منك. يلا تتح. يا رب غلاسة امك. كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. وايه اللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ يا بس كنت بتفرج على فيلم الكرنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو. كفيت الحش وفي الفنجان. غاوي حش وانت. ربنا يهدي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو. اهياني. سلامتك يا قلبي. هادي؟ هادي؟ خلاص بقى هادي. هو انا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بقى بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك، عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه. مش هو ده المفروض اللي افهم ايه بقى؟ انت بتضربني بجد؟ ايه هز؟ اما اكلمك بص لي هنا. بص لي هنا لما اكلمك. ايه؟ كبرت؟ خلاص؟ ظهورك بقى وسع كده؟ هنجر كده بقت عريضة؟ خلاص بلغت؟ كان لازم بطاطي. كان لازم بطاطي هنا عشان خاطر الريح تعدي، وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ خوف ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوك. يا حسوة ده ولا حاجة. يا انت ما بتحسش؟ عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع، وانت برضه كمان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ ألذ حاجة. ألذ حاجة إن أنت تكون نايم وواكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. طب عايز إيه تاني؟ نايم متظبط، نفسيا محطب وزي الفل. في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ وبعدين هي كلها 60 70 سنة اللي هنعيدهم في الدنيا. أوعى تكون حاطط فكر في دماغك إن أنت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مصاصة دماء. يا هادي إحنا هنضيف على الدنيا خلاص. ويا بخت منظره خف. والله يا خالي مش عارف أقول لك إيه. ايوه كده ارجع لاصلك. ارد. تعالى خد موضه كده. تعالى خد مكانك يا وسخ. تعالى تعالى خلاص كده. ده احنا خلاص من الناس خلاص خلاص. طيب انت هتتحرك بيا خلاص. خدك سجيد برضك. تعالى تعالى. انت زنجان ده ولا ايه؟ ايوه حاضر. ايوه حاضر. ايوه حاضر جاي. حاضر. يا رب عدى 60 70 سنه دول على خير. ايوه ايوه حاضر جاي اهو. حاضر حاضر. خلاص خلاص انا جاي في الحته دي. خلاص انا جاي في اهو. خلاص خلاص اتفضلوا يا ست الزمانه. خش يا بنت يا فولا ومعاك النقاش. ادخل يا استا فرشه. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى يابا، انا عايزه الركنه دي وصدقي مسخسخ. حلوه. والصاله بقى ياما عايزاها بوبوق مزعرم. ايه بوبوق مزعرم دي؟ بوبوق مزعرم. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح. والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاه كيراميكا مسلح. اصل معلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوز دي ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يجوزك؟ اه. طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد رزق؟
اسمع بس بلاش لماضه، تعال ده كان كده كانت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ اه لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه يا تتح، خد التقيله. ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحم ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصحف؟ اه والله. لحم ضاني ضاني؟ اه خد امدي بقى. امدي. لا طب اديني فرصه افكر، انا موافق. هات. لحم ضاني ضاني. ضاني. تفتح. عشان الدنيا تفتح. يلا تفتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني، انا عارف طعم الضاني. كمان هنا تفتح. تفتح. ايوه. اهو. خد الفضل. واحدة ليا. اه واحدة ليك، بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده مين اللي بيقول كده؟ الحته كلها بتتكلم عليك، بتقول ان انت اوسخ راجل وازمه الواحد في المنطقه. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ لا ما خلاص، الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل انا، اذا كان علينا خلاص انا ممكن ارحل، بس يعني طب الواد الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ ما تسيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما حنيتي يا موكوسه حسوه. اه اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه دي ايه؟ انت بتقولي ايه يا وليه؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد حسوه. طيب شخصيتها زيده، ممكن تديك بالجزمه. هات المفتاح. هات المفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايه، والمعلم راح والمعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازع السني. حسوه ما تصحينا قبل القتيل ده. اي ما انت ما تصحوش، ما تزعجوش الولد، الولد نومه خفيف. واسع يا عم، واسع يا عم، واسع يا عم، انت هتفزع الواد ايه؟ الواد لسه صغير ده. بص نايم عامل ازاي. هادي قوم يا هادي، قوم هادي. ايه خير وحيد؟ يلا يا حبيبي قوم. هادي انا صح يا ولد. هادي هادي. ايه خالو؟ يلا قوم خاطر، عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروف الجاردن اللي على السطح. تعالي هادي، تعالي خش شوف. شايف؟ شوف تحت تعرف وبمفتاح. في حد في العيله سال مفتاح قبل كده بميداليا؟ ابوك الله يرحمه كان معاه حدوة حصان في رقبته. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ شفت يا هادي؟ اسرير الراجل كان مزمزع عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح، انما كده خلاص احنا خدنا. ايه ده يا واد ده؟ ده تلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ ايوه يا خالي. وموصل للدرجه دي؟ اه يا خبر اسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده؟ ده اللي يدور بده يا خالي. اشتغل. هي قدر اللي كده كيسو. انت فين يا خالي؟ انت فين يا خالي؟ يا هادي تعال انا هنا يا هادي. ايه ده يا خالي؟ انا هنا في الحظيره. قاعد بتعمل ايه هنا؟ تعال اخش. اخش فين بس؟ اطلع انت. خش يا هادي تعال ادخل يا هادي، انا بتصرخ بره. ادخل جوه يا رب. انا خلاص خلاص ضعت يا هادي، ضعت خلاص. يا خسارتك يا تتع. ده انا اللي ما كانش في حد يقدر يثبت ان انا حي، ده كان فاضل لي يومين وصورتي تختفي من المرايه زي دراكوره. طب اهدى بس يا خالي، مش يمكن يا خالي اللي انت حكيته لي في التليفون ده اشتغاله من واحد بيستظرف؟ بقول لك البنت كلمتني في السياسه في التلفزيون مبطط، وقالت لي على اسم عم فكري الحقيقي سلطان الدهسوري. وبعدين الراجل قال لي ايه؟ فاخنج كازاكيسو وحاجه ثانيه مكتوب بقول لك عليها. قول. قال لي هنفخك. خيالك هيطير في خيالي. طب روح يا خالي روح. انا خايف يا هادي قوي. بص يا خالي ده جوجل ايرث. ايه جودن ايرث ده؟ انت بتكلمني على اساس ان انا مهندس اسانسيرات. انا كل اللي اعرفه انكر كليك. حلو قوي. هننكر كليك. دي مصر من فوق. عظيمه يا مصر. انكر بقى كليك يا خالي. ودي مصر من تحت. ان لله وانا اليه راجعون. اللي انا عايز اقوله ايه يا خالي؟ ان الدنيا اتطورت. اه اتنورت. والتكنولوجيا بقت سهله. اه. والناس دي معاها الصوره بتاعتك. معاها الصوره؟ اه معاها الصوره خلاص. يبقى مفيش فايده من الهرب. مفيش فايده من الهرم؟ من الهرب. اه. انت عارف ايه الحل اللي قدامنا بس؟ ان احنا هنوصل للفلوس والورق قبل ما الناس دي توصل لك.
صدق صح. فهمت ولا بتهاودني؟ لا والله مظبوط. انا اصريت ان انت تكون متعلم. ابوك كان عايز يطلعك فران. فران؟ او المصحف كان عايز يطلعك فران. انا رحت واقف له بالمحترم قلت له عايز بس فيكس. طب هاتي خالي النمر. نمرة مين؟ نمرة ايه ايه؟ اميرة خالي اللي اديتك النمرة دلوقتي. اه امينة. اميرة. اصبر وما اصبر. اتفضل. 01. كده يا خالي. النمرة دي ناقصة. بس يبقى هي ساعه لما دخلوا عليها وسحلوها بقى وقعدوا يضربوا فيها وقعدت تصرخ هي وهي ما استطاعتش ان هي تديني بقيه الحاجات. يبقى الرقم اللي ناقص ده في اخر النمره. انت عارف ده معناه ايه؟ ان احنا ما قدمناش غير نظريه الاحتمالات. ايه الاحتمالات دي؟ الرقم اللي ناقص ده هيخلينا نطلب 10 نمر مختلفين وفي كل رقم هنجرب مره، يعني هنقعد نجرب من 0 ل 9 في اخر النمره لحد ما نلاقي النمره اللي احنا عايزينها. ايه هذا كلام الكفار ده؟ ايه كلامكم؟ استغفر ربنا يا اخي. ايه يا هادي؟ الله فيه علم بس فيه ايمان. انت فاهم انا بقول ايه؟ لو سمحت حضرتك. نعم. هو حضرتك تلاجة الميتين؟ تلاجة ايه يا جدعان؟ طب هو فين عم فكري؟ معرفش حد من اسمي. فكري عن فكري عم فكري ساكن هنا؟ بتطبخوا العيانين ولا ايه يا حضرتك؟ سلام عليك. انا رحت لك الاسم قالوا لي ان انت نقلت على المستشفى هنا. ايه اللي حصل لك يا عم فكري؟ اصيل يا تتح. لو ايه راجل، لو كان عندي ابن ما كانش عمل معايا اللي انت عملته ده. تقول كده يا عم فكري؟ اهدى بس كده. تقول كده خالص. ايه ده؟ خاطر خاطر المتنفس الصناعي. خاطر في تنفس دلوقتي خلاص. ايه خالص. مثلا طلعت لي اميره في قناه النت وديت رقم تليفون. بص بس هو ناقص رقم. ايه بقى الرقم ده؟ لان هو بادي 01. ها زير اجيب لك الف المكسرات. انت فكري الله اكبر يا ناس. اشغل لك ايه طيب؟ عم فكري النمرة كام؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ النمرة كام؟ والبتاع ده بيعمل ايه؟ تقرير رسمي ماضي عليه اكبر دكتور عصبية ونفسية وبيقول ان الاستاذة اميرة غير مسؤولة عن تصرفاتها. يا ابن الايه يا شريف؟ برافو عليك. عرفت تجيب التقرير ده ازاي؟ بدفتر شيكات طبعا. دفتر الشيكات اللي هنا مع زي يكون بدون رصيد. مين اللي قال كده يا شريف؟ انا عمري ما فكرت ولا هفكر اذيك. انك ما تقدريش. عارفه ليه؟ لان بالتقرير اللي معايا دوت من بكره الصبح هتشرف في مستشفى المجانين. يا مجنونه. حرام عليك يا شريف. هو في ولاد عم يعملوا بنت عمهم اللي انت بتعمله فيا ده؟ في بنت عم تخطط عشان تسلم ورث ابونا لخدامنا سلطان؟ قال ايه؟ عشان تراجع الحق لاصحابه. احنا اصحاب الحق ده؟ احنا بشوات وهنفضل طول عمرنا بشوات. انا بحذرك يا اميره، انت بتحنيش صبر كتير. اخر مره اقولها لك، الورق فين؟ بدل الوش الحلو ده هشوهه. يا ويلي من الدنيا يا عين الناس، يا ويلي من اللي شفته. هي الفرصه بتيجي مره واحده بس في الاسبوع. الفرصه بتيجي واحده بس في الاسبوع. ما قلت لك يا خالي، هي نظرية الاحتمالات. يا عم بلا حمالات بلا البسة يا هادي، يا ناقصة أعرف على الصبح. والله لازم نجربها. يا راجل بلا فسخ بقى خلاص. وبعد كده استحمل يا خالي، دول 2 مليون جنيه.
تصدق معاك حق، 2 مليون جنيه برضك يعني الواحد لو حولهم يعملوا 67 دولار، هتفرق برضه حياة البني آدم. انت بس لو تفوق يا عم فكري، انما خلاص عم فكري.